كثفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة جولاتها التفتيشية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمراقبة جميع المحال التي تلقى إقبالاً واسعاً في محافظات مملكة البحرين كافة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة منى العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة. بعد التحية سيدة منى، حدثينا عن أبرز جهودكم في إدارة التفتيش خلال إجازة عيد الفطر، وما هي أبرز نتائج هذه الحملات التفتيشية؟ السلام عليكم. بداية أهني القيادة الرشيدة والمواطنين المقيم في مملكة البحرين بعيد الفطر المبارك، الله يعود على الجميع في الخير والبركات. طبعا احنا في إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة نقوم بحسب المناسبات ان احنا نخلي خطط تفتيشية تلائم طبيعة المناسبة. وبالنسبة لعيد الفطر يعني كان في تنسيق بان نقوم بحملة رقابية نغطي فيها اكثر المحلات اللي تلقى اقبال، مثل محلات بيع الملابس الجاهزة، محلات تفصيل الثياب، صالونات، محلات بيع الحلويات المكسرات، محلات الفواكه، وطبعا المجمعات التجارية، يعني غطينا عدد كبير منها. وخلال التفتيش بشكل عام نطالع مدى التزام المحال بالقوانين والأنظمة، لكن بشكل خاص يتم التركيز لأن بمناسبة هذا الموسم أن نتأكد أن هناك أسعار على المنتجات وان الاسعار مطابقه يعني سعر المنتج عند الرف ونقطه البيع متشابهه، وايضا من وجود التراخيص اللازمه للحملات الترويجيه والتخفيضات، والاهم بعد هو صحه التخفيضات نفسها. ويتم رفض اي ممارسات مثلا يعني لغش او تلاعب في الاسعار. كذلك يتم تحسس المفتشين ان مدى توافر السلع بالكميات المناسبه، بحيث انه لو في حال رفض اي مؤشر لعدم وجود مثلا منتج بالكميات المطلوبه اللي يقبل عليها الناس، يتم تتبع الموضوع، معرفه الاسباب ونرفع تقارير. نعم سيده منى، هل تطلعين على ابرز نتائج هذه الحملات التفتيشيه التي قمتم بها خلال اجازه العيد؟ يعني لله الحمد هذا الموسم كان ناجح بدرجه كبيره من حيث توافر المنتجات المعروضه، تنوعها، تنوع مصادرها. وايضا الاهم هو الالتزام بالقوانين والانظمه، يعني ما تم رصد اي مخالفات، وان شاء الله دوم يا رب تكون مثل هذه النتائج الطيبه. ان شاء الله. السيده منى العلوي مدير اداره التفتيش بوزاره الصناعه والتجاره، شكرا جزيلا لك.